احتفلت محافظة أسوان بعيدها القومي الذي يتواكب مع ذكرى 51 لافتتاح السد العالي، وتم إيقاد الشعلة برمز الصداقة بحضور محافظ أسوان أشرف عطية وعدد من القيادات المحلية والشرطية. وتوجه الحضور لحديقة درة النيل، حيث قام محافظ أسوان بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارية. النهاردة يوم جميل، بنحتفل بالعيد 51 العيد القومي لمحافظة أسوان، ويتوافق برضو مع تاريخ ميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. احنا بنقول لكل مواطني محافظة أسوان ان احنا بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين. النهاردة كمان بيتواجد معايا قادتي وزملائي المحافظين السابقين اللي احنا بنكمل على شغلهم. بيبقى العيد عيدين، لان هم موجودين معانا، قد ايه بتبقى في فرحه كبيره جدا سواء من المواطنين، وانا على المستوى الشخصي سعيد بوجودهم. ان شاء الله حجم المشروعات اللي تم افتتاحها كان كبير وعظيم في وجود سياده الرئيس، وتمت في توقيت مناسب جدا ومتوافق مع الاعياد القوميه، العيد القومي لمحافظه اسوان.